Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صلات المؤمنات فمن
والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا إن الله كان بكل شيء عليما والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء
ولا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا في الدين
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي؟
ويقولون للذين كفروا هؤلاء in
حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن ذلك خير وأحسن تأويلاً
وما وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ولو أنهم
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أو اخرجوا من دياركم ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
gasih baurengkaya Allah orang gasih melarat sabi gaduh gasih baurengkaya Allah ya Tuhan kulal tulabala محمد